صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قانون رقم 11 لسنه 2017 بالتصديق على اتفاقيه بين مملكه البحرين وروسيا الاتحاديه بشان نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبه للحريه ونصت المادة الأولى من القانون على أنه تم التصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر عام 2015 والمرافقة لهذا القانون كما جاء في المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية